دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلة البستانية. بيعتبر الاتحاد هو المظلة اللي بتجمع العاملين في القطاع البستاني في مصر من المزارعين والمصدرين وشركات مستلزمات الإنتاج وكمان الهيئات والجمعيات اللي بتعمل في المجال ده. الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بيقدم عدد كبير جدا من الخدمات، ومنها أولاً دراسة الأسواق الخارجية واحتياجاتها ومستوى الأسعار بيها. 2. إبرام عقود التصدير مع الجهات الخارجية. 3. إبلاغ الأعضاء بجملة الكميات المتعاقدة على تصديرها وتنسيق عمليات الإنتاج. 4. إمداد الأعضاء بمهمات ومعدات الإنتاج اللازمة، سواء بتوفيرها محلياً أو باستيرادها من الخارج. 5. تقديم الإرشادات الفنية اللازمة للزراعة في كافة مراحلها وإعداد وتعبئة المنتجات للتصدير. 6. التعاون مع الجهات اللي بتمارس نشاط مماثل في الداخل أو الخارج والترويج للمنتجات المصرية بوسائل الدعاية والإعلان بالخارج. الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية بيضم 4 وحدات أساسية. أولاً شبكة معلومات زراعية بتخدم كافة المنتجين والمصدرين، وحدة تدريب وإرشاد لبناء القدرات من خلال برامج بتستهدف صغار المنتجين والشركات، وحدة إنتاج وتسويق خاصة بكافة أنواع الدعم الفني للحاصلات البستانية، وحدة لوجستية بتعمل على استيراد كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوى وشتلات وخلافه. الاتحاد بيقبل في عضويته أولاً الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام اللي بتعمل في مجال إنتاج الحاصلات البستانية، ثانياً الجمعيات التعاونية الزراعية. للاستفادة من الخدمات اللي بيقدمها الاتحاد لازم تتوجه إلى إدارة الاتحاد في 7 شارع نادي الصيد، مبنى الهيئات والشركات بالدقي الجيزة، وتحرير استمارة العضوية الخاصة بها. مع تحيات مركز المعلومات الصوتية والمرئية، المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.